مسلم رحمه الله أخرج حديث اللهم اجعل في قلبي نورا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل ثم أخرجه عند الذهاب إلى المسجد هل يحصل به إعلاله؟ وقال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه اللهم اجعل في قلبي نورا ذكر في قيام الليل وذكر في الخروج وذكر في السجود واختلفت الرواية في ذلك وأما الرواية الواردة في السجود فالظاهر إعلالها وأما الرواية الواردة في الخروج من المنزل فهي تنهي في الرواية الواردة في القيام وإنما ذهب بعض العلماء إلى أن هذا من الاستفتاح